السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ ننفذ شوية تمارين عملي في التو دي، وإزاي ترسم تو دي بسهولة جدا. التمرين ما بياخدش أكتر من 10 دقايق، وهنشوف إزاي تعمل لنفسك تمبلت بالأبعاد وكل حاجة. أول حاجة بنفتح الأوتوكاد ونقول له والله ابدأ لنا أمر جديد. تمام، نفتح البرنامج الاوتوكاد زي ما احنا فتحنا اهو، وهنيجي نشوف نظبط شوية حاجات بحيث ان انت وانت بترسم تبقى التظبيطات دي. اول حاجة كنا بنقولها خالص في الشرح النظري، ان انت بتيجي تظبط اليونتس من ابليكيشن مينيو، تخش على دروينج اتيليتيز، تختار يونتس، ومن لما تختار يونتس كنا بنختار البريسيشن، بنختاره 0.0، وبنخلي الابعاد بتاعتنا بالمليمتر. مليمتر ايه؟ يبقى انت ظبطت البريسيشن 0.0 وهنا المليمتر، تضغط اوكي. كده انت ظبطت الابعاد. تاني حاجه تشوف الالوان بتاعتك، اللايرز بتاعتك. احنا كنا قلنا لما بتيجي تضيف لاير بتختار لاير بروبرتيز، ويظهر لك القايمه دي، تختار من هنا اد لاير، وهنخلي اللاير دي نسميها دايمنشن اهو، ونخلي لاير كمان نسميها هيدن، الخطوط المخفيه، ونخلي لير كمان نسميها سنتر لاينز اللي هي الاكسيال لاينز. وتعالى نشوف كل واحده. الدايمنشن البعد ممكن نخليه باللون الاصفر ونخليه خط عادي، والهيدن نخليه باللون الاخضر مثلا، ونضغط اوكي. ونيجي نقول له لا، احنا عاوزين الخط مش كونتينيو، احنا كنا بنيجي نضغط على لود، واختار هنا الداشت، ننزل كده بشويش هتلاقي كلمة داشت اهي، اهي داشت اهي، تضغط اوكي. بعدين اختار الداشت من هنا واضغط اوكي. بعد كده بتيجي على السنتر لاين، بنختار نوعه، مش كنت لونه هنخليه احمر، ومش هنخليه مستمر، هنخليه سنتر لاين. هنيجي هنا في القائمة برضو نعمل لود للسنتر لاين، الكلام ده انا شرحه قبل كده بالتفصيل، واضغط اختار هنا السنتر لاين، واضغط اوكي. يبقى انا عندي كل لاير برسم فيها هتبقى مظبطه. اول حاجه بالرسم بتبدا بيها طبعا هي السنتر لاينز، وهنفهم الكلام ده كمان شويه. اقفل الجزء بتاع اللايرز، اجي اخش على الدايمنشنز اللي هي انوتيت. في الانوتيت كنا بنيجي نغير البروبرتيز من السهم اللي نازل تحت هنا، وببدا اقول اضغط موديفاي. تمام يا شباب، واجي هنا اقول والله اللاينز بتاعتي اجي على الاوفست فروم اوريجين، اكبرها شويه اللي هي معلش هي بتكبر بكده كبيره قوي، خليها هنا ايه 1 تقريبا اهو، نضغط انتر. اللي هي المسافه ما بين الجسم والخط القياس بنخليها بعيده شويه، بنظبطها شويه، ممكن تخليها 1 من 10 اهو، تبقى كويسة. بعد كده تيجي على السيمبلز اند اروز، تخلي السهم بتاعك حجمه 2 ماشي، وتيجي على التكست تخلي التكست هايت تخليه 2 برضو خلاص، وتضغط ايه، وتضغط اوكي. والبرايمر يونس طبعا بتاعت الابعاد هنيجي على البريسيشن نخليه 0.0 زي ما احنا عاملين كده، واقول له اوكي واعمل كلوز. يبقى انت اضغط في الانونيت هنا، وعملت موديفاي، وظبطت في اللاينز الاوفست خليناها 1 من 10، والحجم السهم 2، وهنا خليت التكست هي 2 حجم الخط، وبرامير يونتس خليت البريسيشن بزيرو. دي الحاجات المهمة اللي هنحتاجها في الرسم. بعد كده اعمل اوكي. تمام يا شباب، واقول له سيت كارنت ان ده الكارنت بتاعي، واعمل كلوز. يبقى انت كده ظبطت الدايمنشنز. طيب فاضل لك كمان تيجي في الهوم على اللاينز اللي هي البروبرتيز دي، تيجي على تقول له الخطوط بتاعتي السنتر لاينز، السنتر لاينز دي هاجي اقول له والله اضغط عليها، واجي هنا اعمل اذر، يعني تيجي على بروبرتيز اجي على نوع الخط واضغط على اذر، واجي اقول له والله السنتر لاين انا عاوز الجلوبال سكيل اخليه 2 او 3 مثلا خلاص، والداشت لاين اخليه برضو اللي هو الخطوط المخفية اخليها برضو مثلا 2.
ليه؟ عشان تظهر معاك في الرسم. وهنشوف ايه الفرق. الفرق ان هي ممكن يخلي لك الخطوط تبص عليها تحس ان هي خط واحد، ولكن لما بتعلي السكيل بتكبر المسافات البينية بين الخطوط بتبان معاك. وتضغط اوكي، يبقى انت جيت على بروبرتيز سنتر لاينز، تضغط اذر، وبعدين تختار السنتر لاين تخلي الجلوبال سكيل 2 والداش لاين تخلي الجلوبال 2، تضغط اوكي. كده انت عملت تمبلت خاص بيك، حاجة ستاندرد ليك انت. طيب تعال نشوف نشوف المسافة، المسافات. نيجي على اتلتز ونضغط ميجر ونشوف المربعات دي بتساوي قد ايه. خلاص تعالوا نشوف كده. المربع ده 2 مللي. طبعا انت الرسمة بتاعتك ما فيهاش الكلام ده خالص، يعني هي ما فيهاش الكلام ده خالص. دي طبعا بنحركها تحت شوية، ممكن تحركها اهي، تيجي تمسكها من هنا كده تضغط كليكة تسحبها تحت، وتيجي برضو تصغر الرسمة، تصغر خالص تصغر خالص لغاية ما تيجي الأبعاد مناسبة ليك. نيجي نعمل ميجر تاني للديستانس زي ما احنا خدنا الميجر المرة اللي فاتت في المحاضرة، واجي اقول له الحتة دي قد ايه، هيقول لك 200 وشوية. اقول له لا انا مش عاوزها كده، انا عاوز المربع بتاعي يبقى حوالي قول مثلا، نيجي نضغط ميجر تاني واقول له مثلا انا عاوز المربع بتاعي 12 مللي، او ممكن تصغره شوية تلاقي المربع بتاعك وصل لكام، 5 مللي. يعني ممكن نصغره كمان او كده كده، يعني بتعمل ميجر يا شباب وتحرك البكر. يعني بص انا باجي اعمل ميجر اهو، واقف عند النقطة دي وامشي شوية، هتلاقيه كاتب لك 34.7، يبقى المربع ده كله قصدي 63 مللي. لا انا عاوز ايه، اخلي المربع بتاعي حجمه غير كده، اضغط اعمل اسكيب واضغط ميجر تاني واجي اظبط البعد بتاعي. لازم تظبط ابعادك اهي، يبقى المربع بتاعك حوالي 12 مللي. جميلة جدا، خلي بالك دي مهمة جدا. بعد كده انت جيت عملت ميجر وجيت عملت تكبر وتصغر في الايه، في الرسم في المربعات بتاعتك، وقيس المربع بتاع قد ايه، حاول تخليه 12 10 زي ما انت عاوز. بعد كده اجي اعمل سيف از، سيف از اهو، واجي اختار دروينج تمبلت، دروينج تمبلت، وهتيجي تحفظه في الملف بتاعك اللي انت بترسم فيه رسوماتك، وتختار تسميه اسمك بقى. انا طبعا مسميه دكتور عرفة تمبلت 2 مثلا. خلاص واضغط سيف. شوف يا شباب كل ما تيجي تفتح الرسمة بتاعتك، انا قفلت خالص اهو، اقفله خالص تمام، واجي اقول له والله من ابلكيشن، اعمل اقول له اوبن واقول له افتح لي دروينج، هيفتح لي القايمة دي. ابدأ اروح اختار من هنا دي دبليو تي اللي هو دروينج تمبليت، يعني انت فتحت دروينج، ومن الفايل تايب تختار دي دبليو تي اللي هو التمبليت، وخلي ده سؤال في الامتحان. بعد كده تختار دكتور عرفة تمبليت 2 اهو، واضغط اوبن، هنلاقي فتح لي الرسمه فيها كل المواصفات. تعال نشوف كده اهي اللايرز بتاعتنا اللي احنا اخترناها ماشي، والاحجام بتاعه. تعالى انت دخلت هنا برضو حتى اذر وضغطت هنا على السنتر، هيقول لك برضو الجلوبة كذا، كل انت حاجات اللي ظبطتها، يبقى انت كده لوحة الرسم بتاعتك جاهزة. ودي اول حاجة في العمل اللي بتعملها، وانت لازم يكون ليك التمبلت خاص بتاعك، يعني انت هتعمل الحاجات اللي انا عملتها دي وتحفظ الكلام بالتمبلت. طبعا هو حافظ الرسمة انها دي دبليو تي، طب انا اصلا برسم بالدي دبليو جي، فاجي وانا واقف على الملف هنا بقى عشان ابدأ رسمتي، اجي على حفظ باسم سيف از اهو، واكتب دروينج، واجي اختار هنا دي دبليو جي. قلنا بنختار الفيرجن قديم شويه من 2007 عشان اي حد معاه نسخه قديمه تتفتح معاه. وانا طبعا عامل هنا فولدر عندي بره اوتوكاد اكزامبلز اهو، كوليدج كليه، واجي اسميه اكزامبل 01، ودوت اللي احنا هنرسمه. هبعت لكم الملف ده تشوف برضو لو في حاجه معاك. لو سمحت انت وانت بتسمع الفيديو تبدأ تنفذ نفس الحاجات اللي انا بعملها وتعمل سيف. خلاص انت حددت المكان الفولدر اللي بتحفظ فيه شغلك، واخترت ان نوعه دي دبليو جي، خلي بالك مش دي دبليو تي، دي دبليو تي اوعى تعدل فيه بقى خلاص، ده كل ما نيجي نرسم رسمه هنفتحه نشتغل منه، انما هنا دي دبليو جي خلاص، دي رسمه ممكن تبعتها لي، ممكن تعملها برنت زي ما هنشوف. تعمل سيف خلاص يا شباب،
ونيجي نشوف التمرين. هنيجي مثلا نيجي تمرين بسيط اهو اللي هو ده، نفتح الصورة بتاعته. انا عاوز اخد الصورة دي احطها جنبي جوه في الاوتوكاد في المنطقة دي عشان ابدأ ارسم. تعال نشوف. تيجي تفتح اداة اسمها سنايبنج، اس ان اي بي بي اي ان جي، وهي موجودة في الويندوز عادي، سنايبنج تول. واجي تضغط على كلمة نيو، واجي اخد سكرين شوت. بعلم بقى اهو الناس اللي ايه اول مرة تستخدم الكمبيوتر، اهو بحدد الحتة اللي عاوز اعمل لها سكرين شوت، اخد لها كوبي بيست. يعني خدت دي كوبي بيست، واجي هنا اقول له ايه كوبي. خلاص يبقى انت تاني هتيجي تفتح الصورة وتيجي تشغل سنايبنج تول، تكتب اس سنايبنج اس ان اي، هيفتحها لك اهي، تضغط عليها بعدين تضغط نيو، وبعدين تيجي هنا تختار الصورة وتقول له لو سمحت انا عاوزها نسخة، اعمل كوبي منها اهو. عاوز تعمل لها سيف اعمل لها سيف اللي يعجبك. بعد كده افتح الاوتوكاد واجي هنا اعمل كليك يمين واعمل كليب بورد، كليب بورد اهي، اعمل بيست بيست، اختار بيست. خلاص اهي شايف الصورة، الصورة هي ده البرواز بتاعها. اروح موقفها في الحتة اللي انا عاوز اشوف فيها كويس واضغط كده. كده انت جبت الصورة بتاعتك في الاوتوكاد. اول حاجة بتبص فيها، بنبص على الرسمة. ركز معايا على الرسمة كده، تعال نبص عليها هنا. الرسمة دي عبارة عن محور افقي ومحور رأسي. يبقى اول حاجة هنرسمها ايه؟ الخطين دول متقاطعين. وارسم هنا دايرة ودايرة كبيرة، كل دايرة دي قطرها 14 والقطر دي 24. وهنا بعد كده بيقول لي المسافة بين الخط الأفقي ده والمسافة الخط الأفقي ده 70 أهو، يعني الأوفست كام؟ 70. يبقى في طول إحنا خدناه اسمها أوفست، يبقى أنا همشي مسافة كام يا شباب؟ 70. وقال لك من المسافة دي برسم دايرة نص قطرها 23، بعدين بروح عامل أوفست طالع فوق أوفست 10، أروح راسم دايرة كام؟ 25. بعدين ما بين القوس ده والدايرة دي والدايرة دي بعمل قوس مماس للاتنين نص قطره 4. طيب بعد كده يا شباب انا الخط الرأسي اللي في النص معمول له اوفست يمين 7 واوفست شمال 14. ايه الكلام ده؟ مش هو قالك المسافة من النقطة دي للنقطة دي 14؟ يبقى الاوفست من هنا لهنا 7 ومن هنا لهنا 7. خلاص احنا فهمنا دلوقتي كلمة اوفست، ان انا هكرر الخط على بعد معين. اوفست بكرر الخط على بعد معين. مجرد ما انت حددت الاوفست دي كلها الرسمه بتاعتك خلصت. تعالوا نشوف نرسمها ازاي، مش هتاخد بالظبط 3 دقايق. اول حاجه باجي اعمل دروينج واختار كونستراكشن لاين واقول له والله انا شغال في السنتر، لاير بتاعتنا سنتر. يبقى انت بتختار من دروينج، اختار اسمه دايمنشن اللي هو الكونستراكشن لاين اهو اللي احنا عارفينه، اللي هو ملوش بدايه وملوش نهايه، يعني خط مستقيم، واختار سنتر. واجي اقول له والله ادي اول نقطه عندي، واختار طبعا اشغل الاورسو. الاورسو اخليه متعامد اهو، خليتها متعامد اللي هي الاورسو. خلاص ليه؟ عشان يعملوا لي خط افقي تمام. واضغط كليك واعمل احركه راسي واضغط كليك، يبقى انت كده عملت الخطين. تعالوا نعملهم تاني، اضغط اسكيب واجي اضغط درو كونستراكشن لاين واختار اللاير بتاعتي سنتر. واجي عند النقطه دي اقول له والله انا عاوز اعمل هنا خط افقي تماما اهو. طبعا هو مش هيحدد لك 90 درجه لان انت مش مشغل هنا الزاويه ولا مشغل الاورسو. لو انا شغلت الاورسو يبقى كده هيخليه افقي تماما. واجي اقول له انا عاوز واحد راس تماما. لو انت قعدت تضغط يا شباب هيقعد يعمل لك خطوط كتير، لا مجرد ما تعمل خطين. وخلي بالك الكليك بتاعتك ممكن تكون معلقه تعمل لك اكتر من خط. بعد كده اعمل اسكيب، اسكيب من الكمبيوتر اخر زرار في الكيبورد فوق على الشمال. كده عمل لك خطين متقاطعين اللي هما بيمثلوا مركز الدايره اللي فوق. قال لك بعد كده والنبي كرر الخط الافقي ده امشي مسافه كام في الرسمه؟ قال لك 70. اروح جاي مختار عمل الخط بتاعي اهو اللي انا عاوز اعمل له تكرار، واضغط على الخط ده. بيقول لك الاوفست ان انا اكرر حاجه على بعد معين، اضغط اوفست. بيقول لك هنا ايه سبيسيفاي اوفست ديستانس، دخل الديستانس اللي انت عاوز تعملها. اقول له والله الراجل في الرسمه قال لي دي 70، فاروح اقول له كام؟ 70. اضغط انتر، هنلاقي الراجل رسم لي خط على بعد كام؟ على بعد 70 في الرسمه بتاعتي. طبعا انا صغرت بصغر واكبر ببكره الماوس. خلاص يا شباب اهو
هعمل اسكيب واجي على الرسمه بتاعتي، ممكن اكبرها عشان اشوف كويس اهو عادي مش مشكله، واجيبها ممكن احركها في اليمين شويه، اضغط موف واقول له والله انا عاوز احرك الصوره دي اهي، واضغط مسافه واجي زي ما احنا شرحنا ازاي تستخدم موف قبل كده، واحركها يمين شويه. لا تعالي سيادتك احنا عاوزين نوديك هنا، موف اهو، واقول له والله انا عاوز انقلها هنا اهي اهي، بص الصورة اهي. تعالوا بقى نرسم بقية الرسم. هنا احنا عملنا الخط الافقي ده لفوق والخط الافقي تحت خالص. ده فوق الخط ده في خط كام؟ 10. اعمل اوفست من اللي تحت خالص 10 لفوق، يبقى اعلم على الخط ده واضغط اتات اوفست واقول له انا عاوز اطلع 10، اكتب 10 ملي لان احنا ظبطنا الابعاد خلاص، واضغط انتر. شوف بقى لو انت نزلت تحت هيعمل لك تحت، لو انت طلعت فوق هيعمل لك فوق. هنا في الرسمه قايل لك فوق ولا تحت؟ فوق صح، يبقى انا اطلع فوق واضغط كليكه واعمل اسكيب، يبقى انت عملت الايه الخط ده والخط ده اللي هو مراكز الاقواس اللي تحت. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج ان الخط الرأسي ده اكرره مره على اليمين ومره على الشمال، بحيث ان المسافه دي تكون 7 اليمين و7 شمال. يبقى انا الخط ده هعمل له اوفست، وهنا اقول له انا عاوزه على بعد 7 واضغط انتر. هل انت هتعمل واحد ولا اكتر من واحد؟ انا هعمل اكتر من واحد، يبقى انا اختار ايه يا شباب؟ مالتيبل. يبقى انا اختار مالتيبل، مره على اليمين ومره على الايه، مره على الشمال. خلي بالك الاصل بيعمله لك بلون محدد اللي انت حددته، عملت الاثنين اعمل اسكيب بالزرار اللي هو في الكيبورد فوق على الشمال. ايه يا عم الزحمه دي كلها؟ الكلام ده كله ولا يهمنا، بس تبقى عارف كل حته انت محتاجها ايه. اول حاجة هنرسم الدايرة اللي فوق. الدايرة اللي فوق واحدة قطرها 14 واحدة قطرها 24، يبقى انا اختار دايرة سيركل، اقول لك سنتر ودايمتر، سنتر ودايمتر. ادي السنتر، الدايمتر الاولاني 14 واضغط انتر، واجي اختار دايرة تاني او اخترت سيركل واختار سنتر سنتر ودايمتر، واختار المركز ده واكبر تاني، اسحب كده واقول له القطر التاني ايه بقى؟ قال لي 24، اكتب 24 واضغط انتر. يبقى ده عمل لي الدايرتين دول، خلاص جميل جدا. واحد يقول لي ده انت عامل الخطوط كلها سنتر لاين، ما هو انت اصبر على رزقك بقى. انا هنقول للرسمه دلوقتي الحاجات اللي انا برسمها، اروح معلم على الدايره دي والدايره دي واقول له غير لي اللاير بتاعتهم، خليهم اللاير رقم زيرو اهو. اللاير رقم زيرو دي الخط بتاعها نوعه ايه؟ اخليه اقول له دي باي لاير، يبقى الخطوط بتاعتي متظبطه اهي خلاص. يبقى انت عملت الدايرتين اللي فوق دول. تعال نعمل المنطقه اللي تحت. في النقطه التقاطع اللي تحت خالص هنعمل دايره نص قطرها 23، ونقطه التقاطع اللي فوق هنعمل دايره نص قطرها 25. يبقى انت محتاج السيركل عن طريق السنتر والريديوس. يبقى انا اجي من تحت خالص اضغط كده واكبر واقول له ادي 23 واضغط انتر. بعد كده اجي تاني على السيركل سنتر وريديوس، واجي على المركز انهي بقى، اللي تحت ولا اللي فوق؟ تعال نبص كده، اللي تحت كان بتاع ال 23 واللي فوق بتاع ال 25، يبقى انا اجي عند النقطه اللي تحت واطلع المسافه اللي كان قايل لي عليها 10 اللي عند الخط اللي فوق، واضغط كليكه واقول له نص قطر الدايره دي والله يا استاذ 25 واضغط انتر. يبقى انت عملت هنا الايه يا شباب؟ الدايرتين. خلاص بعد ما عملت الدايرتين دول قال لك ان في قوس هنا مماس كام؟ 4. قوس هنا مماس كام يا شباب؟ 4. تعالوا نشوف القوس الاربعه ده هنعمله ازاي. تعال الاول نقول له والله اللي انا برسمه دلوقتي تبع الليير رقم زيرو، واقول له والله انا عاوز ارسم عشان تلغي تحديد اي عنصر يا شباب بنضغط اسكيب، الكلام ده شرحينه قبل كده. بنيجي هنا اقول له ايه؟ انا عاوز ارسم الدايره بدلاله مماس اهو ومماس وريديوس. يبقى انا اختار على سيركل اختار تانجنت وتانجنت وريديوس اهو، العمليه سهله جدا في اوتوكاد. اختار الدايره الاولانيه، بعدين اختار الدايره الثانيه عند المنطقه اللي انا عاوز ارسم فيها. تخيل ان انت بترسم قوسين، يبقى انا عاوز النقطه دي والنقطه دي اهو. بعدين بيقول لك دخل لي نص قطر الدايره، نص القطر كام؟ 4 واضغط انتر. عمل لك دايره حمراء صغيره شايفها اهي، تعال نكبر شويه، ادي الدايره الصغيره، تعال نعملها تاني، تعال نكبر شويه الحته دي، ونيجي نقول له سيركل والله انا عاوز السيركل تانجنت ودانجنت وريديوس، واختار النقطه دي. تخيل انت بترسمها هنا،
ما حدش يجي يحط لي هنا ولا هنا، هيرسمها لك في المنطقه دي، لا انا عايز ارسمها في المنطقه دي، يبقى انا اختار في المنطقه القريبه للقوس، ادي الدايره الاولانيه والدايره الثانيه. بعد كده بيقول لك حدد الراديوس، طبعا كل شويه تقرا الاوامر اللي بتظهر لك تحت عشان تكتب الاوامر. بيقول لك دخل الراديوس، احنا قلنا الراديوس 4 واضغط انتر، واقول له والله ان ديت تبع ليا الرقم 0، واعمل اسكيب، او ممكن اخليها من الاول خالص 0 كده، واختار اعمل الدايره الثانيه برضو ايه، تانجنت تانجنت وراديوس، اختار من هنا ادي اول تانجنت وادي التانجنت الثاني، واقول له انا عاوز الراديوس بتاعها 4 واضغط انتر. شوف رسمها لك بره ليه؟ لان انت وقفت بره بالماوس، سيادتك ما تقفش بره، اضغط سيركل اهو، واضغط هنا واضغط هنا، واقف في النص جوه كده، واكتب 4 واضغط انتر، رسم لك الدايره في الحته اللي جوه. الله، ايه الرسمه دي؟ ده الرسمه دي داخله في بعضها. اه سيادتك الرسمه دي داخله في بعضها عشان انت مش شايف. طبعا احنا عندنا الخط ده راسي، والخط الراسي ده هنعملهم بالابيض، اضغط عليه كده واغير اللاير، اخليها زيرو اللي هي الابيض، اللي هي الابيض اللي فوق، واخلي اللاين بتاعي باي لاير، واجي اختار الخط ده برضو اخليه باي لاير، اخليه زيرو، واخلي نوع الخط باي لاير. خلي بالك دايما خلي كل حاجه هنا الثلاثه دول باي لاير. خلاص كده انت بقى دورك دلوقتي سيادتك يا فندم هتعمل حاجه واحده، انا بس عاوزين باي لاير باي لاير. هنا ركزوا معايا يا شباب، احنا دلوقتي دورنا ان احنا نقطع الزوايد، دورك دلوقتي ايه؟ تقطع الزوايد. تعال نشوف هنقطعها ازاي. تعالوا نبدأ بالجزئية اللي فوق، نضغط على بكرة الماوس كليكة ونحرك رسمتنا ونكبر، وتعال نقطع الزوايد هنا. في أداة خدناها اسمها ايه؟ ترم. اسمها ايه؟ ترم. ترم بنضغط عليها، اول حاجه بتحدد الجسم اللي هيبقى حد القاطع، السكينه بتاعتك، السكينه بتاعتي هخليها الدايره، واضغط مسافه، اضغط ايه يا شباب؟ مسافه، واقول والله انا، بيقول لك اختار الحاجات اللي انت عاوز تقطعها، لما تقف هنا يعمل لك اكس حمراء، شايف الاكس الحمراء دي؟ وبيخفي لك الخط، انت عاوز تشيل الحته دي فعلا؟ اه عاوز اشيل الحته دي. عاوز تشيل الحته دي فعلا؟ اه عاوز اشيل الحته دي. عاوز تشيل الحته اللي جوه دي؟ اه. عرفت منين الكلام ده يا شباب؟ انت لما تيجي تبص في الرسمه هنا، طبعا هو شغال لسه في التريم اهو، هنا انت عندك دايره ودايره والحته دي كلها فاضيه، فاحنا شغالين نعمل تريم تاني، هنضغط هنكبر الرسمه دي من هنا كده، واقول له والله عاوز اعمل تريم والحد قاطع هو الدايره بتاعتي، واضغط مسافه، يقول لك عاوز تقطع دي، اقطع دي. يبقى انت كده قطعت الجزئيات الداخل الدايره والخارج الدايره من الخطوط الرئيسيه. طيب تعالوا نشوف الرسمه تاني، الرسمه تاني الحته دي فاضيه والحته اللي تحت دي فاضيه، تعالوا نفضيهم. خلاص تعالوا نفضيهم. هنا هاجي اقول له والله، نشغل الرسمه شويه، اقول له انا عاوز الحد القاطع هو الخطين الرئيسيين دول اهو، يبقى دول السكاكين بتوعي، واضغط مسافه، يقول لك عاوز تمسح ايه؟ اقول له والله انا عاوز اشيل الحته دي وعاوز اشيل الحته دي. في مشكله عند الناس؟ مفيش مشكله عند الناس، تمام. يبقى احنا عمالين عملنا استخدمنا اداه اوفست وموف والسيركل بس، واللاينز كونستراكشن لاينز. بعد كده يا شباب اهو، انا هخلي لك الرسمه دي زي دي بالظبط في 3 دقايق زي ما احنا شرحنا، بس انا بعيد وازيد ليك عشان تفهم. هنا الجزئيه دي موجوده في الرسمه، ولكن الخط الرئيسي ده والخط الرئيسي ده مش موجود، يبقى احنا هنقول له ايه؟ اختار تريم اللي هو هنا ايه تريم، واقول له الحد القاطع هو القوس ده وقوس ده، صح ولا لا؟ واضغط مسافه، واقول له شيل الحته دي وشيل الحته دي. خلاص، وشيل ايه؟ شيل الزيادات اللي تحت. خلاص تعالى نعمل سكيب كده ونشوف المنظر. اه ده ايه ده؟ ده الرسمه بدأت تقرب تبقى زي دي. تعالوا نكمل. والله انا عاوز ان الحته اللي جوه دي، لو انت بصيت في الرسمه دي، ان مفيش دايره تكملتها مش موجوده. طب انا اعمل دي ازاي؟ هنعمل ترم اهو، واختار الحد القاطع دي ودي. خلاص تعالوا بقى نقول له نضغط مسافه، واقول له انا عاوز اشيل ايه؟ عاوز اشيل دي؟ عاوز اشيل دي؟ لا انا عاوز اشيل الحته اللي جوه دي،
وسيادتك الحته اللي جوه دي. خلاص يبقى احنا فضينا الحته اللي جوه، تعالوا نصغر رسمه ونشوف ايه اللي زياده. ياه ده في حاجات كتيره زياده تحت، ما تقلقش انت معاك ترم وفاهم ان انت بتحدد السكينه وبتقطع بيها. تعالى هنا بقى، انا عاوز اشيل الزوايد بتاع الدوائر اللي بره، يبقى مين الحد القاطع؟ القوس الصغير. ايوه كده، خليك شاطر. يبقى السكاكين بتاعتي هي الاقواس دي، ليه؟ لان انا عاوز اشيل الزياده عنها واضغط مسافه، هاجي اقف على الدايره دي يقول لي اقطع دي واقطع دي. الله، ده الرسمه بتاعتنا خلصت. سيادتك انت عاوز سؤال صغير، عاوز الخط الكونستراكشن لاين تحت؟ لا خلاص انا خلصت الرسم. عاوز الكونستراكشن لاين ده؟ خلصت الرسم خلاص. تيجي تصغر كده الخط الابيض ده انت عاوزه؟ لا. الخط الابيض ده مش عاوزه؟ لا. طب انا الكونستراكشن لاينز بتاعتي كبيره جدا، انا مش عاوزها كده. طيب قال لك في تريكه بقى، بعد ما تخلص رسمتك خالص كده بالشكل الجميل اللي انت عملته ده، مش هي دي؟ هي دي، ناقص لنا الابعاد بس وخلاص، والابعاد دي احنا عارفين هي سهله جدا. شفت الرسم في الاوتوكاد سهل ازاي؟ باجي اعمل ايه يا شباب؟ باجي اعمل دايره اهي، سنتر وداريه، دايره اهي، بعملها من هنا مثلا من عند النقطه دي، واكبرها بحيث ان هي تبقى محتويه الرسم، ما بحددش الريدز. بص بكبرها واصغرها، شوف هي احتوت الرسمه ايه، اضغط كليك كده خلاص. هنا بقى هعمل الدايره دي، اعمل تريم واخلي الدايره دي هي حد القاطع، اي خطوط زياده عن الرسم اشيلها. يبقى انت هتيجي تعمل تريم، تحدد الدايره الجميله اللي انت عملتها، تضغط مسافه واشيل الزوايد بتاعتي اهو اهو اهو، خلاص كده انت شلت الزوايد وشيل الدايره دي كمان، اصلا مش تبع الرسم. تيجي نبص للرسمه كده، تعال نصغر الرسمه دي الكبيره اهي، نضغط سكيب. انا عاوز اصغرها شويه عشان تبقى جنبها. طبعا القرص شغال ما بيخليك تتحرك بسهوله، تعال نصغرها كمان شويه عشان نكبر الاثنين مع بعض بس كده، ونعمل لها موف. شوف بقى موف بعملها ازاي، بضغط موف واختار الجسم واضغط مسافه واحدد النقطه اللي همسك منها واسحب اهو، عاوز اخليها جنبها بالظبط. ايوه كده، واضغط اسكيب عشان اخرج من الامر اللي انا كنت شغال فيه. الكلام ده كله طبعا احنا شارحينه. الاسئله يا شباب اللي انا بعتها لكم هي دي نماذج استراتيجيه، وهي دي الاسئله اللي هتجيلك في الميد تيرم والفاينل. اولا هتحلها وتبعتها لي على الميل زي ما قلنا، دي عليها درجات، وعليك وهنجيب منها 20 نقطه في الميد تيرم وهنجيب منها 40 نقطه في الفاينل، يبقى انت كده الماده ان شاء الله معاك 70 درجه. دلوقتي دي الجسم، عاوز اكتب الابعاد بقى. تعالوا نشوف الابعاد. كنا بنخش على النوتيت واجي على الدايمنشن اقول له ريديوس الاول، الريديوس صح؟ الريديوس فين؟ تحت هنا الجزئيه اللي تحت. اقول له والله انا عاوز القوس ده اعمل له ابعاد. طب انت الابعاد بتاعتك دي انت شغال بانهي لاير؟ الصفرة صح؟ دايمنشن. يبقى انا اختار في الدايمنشن، اختار دايمنشن اللي انا هعملها باللون الاصفر، واجي اقول له انا عاوز القوس ده، واجي انزل تحت كده. طبعا هي مش هتبان، انا عاوز اطلع حضرتك بس فوق. بص بقى ركز معايا، اخترنا هنا الراديوس واختار اللير اللي هي دايمنشن، واجي اقف على القوس ده. شوف لما وقفت على القوس ظهر لك اكس بيضه هنا، شايف الاكس البيضه دي يا شباب؟ اضغط عليه اهو، يبقى عمل لك الريديوس كام؟ 23 من هنا اهو، زي ما عامل لك بالظبط. بعد كده تيجي كمان واحد راديوس وتيجي للقوس ده اهو، اجي اعمله هنا كده واقول له لا والله انا عاوزه من هنا كده اهو. شوف بقى انت هتحدده من هنا، انا عاوز اغير النقطه دي مش عاوزها هنا. بص بقى اسحبها، اسحبها حطها في الحته اللي انت عاوزها اهو اهو، ونقطه الريديوس دي عاوزها احطها عند النقطة انت عاوزها، يعني بتحدد انت المكان زي ما انت عاوز. خلاص يا شباب، طبعا هما متداخلين في بعض، ممكن انت تيجي تضغط تاني هنا زاوية واقول له القوس ده اهو النقطة دي، وعاوز اقول له ان الريديوس هنا الناحية دي اهو. طبعا هو عملها هنا خلاص مش مشكلة، وباجي اقول له انا عاوز ريديوس للقوس ده، اضغط هنا ريديوس اهو،
واقول له انا عاوز اكتبها بره اهي خلاص، وعاوز اقول له المسافات الرأسية بقى. شوف تخيل بقى، هنعمل الابعاد بتاعتك اللي انت بتتعب بيها في لوحة الرسم في ثانية دلوقتي. بص يا شباب، شوف بقى، هتيجي تختار لينير اهو، واجي اقف عند النقطة دي، اقول له من النقطة دي للنقطة دي اللي هما المركزين، واسحب لبره خالص اهو. شوف معايا بقى كده، انت عملت ايه اللي هما تحت ال10 اللي تحت؟ لا انا عاوز اكمل، هروح ضاغط هنا زي ما قلنا نعمل ايه، كونتينيو، هيكمل عليها. عاوز تعمل ايه كمان؟ اعمل له بقى كل النقط، ما تبخلش عليه اهي، والنقطة دي، وعاوز النقطة دي، وعاوز المركز ده، وعاوز النقطة اللي فوق، بس خلاص ما تبخلش عليه، او اضغط سكيب. شوف حط لك الابعاد على الرسمة كلها. بعد كده عاوز اقول له الدايرة دي فاي بتاعتها كذا، والدايرة دي فاي بتاعتها كذا. اجي اقول له هنا دايمتر، واجي اقول له الدايرة دي عاوز اعمل الدايمتر بتاعها هنا اهو، ممكن اجيبه بره هنا كده، واجي اقول له دايمتر برضو الدايرة الكبيرة اللي بره اهي كده. طيب ناقص لك بعد بقى، ايه هو البعد الافقي ده ما بين الخط ده والخط ده؟ مش ده البعد اللي ناقص اللي هو ال14؟ اجي اختار هنا لينير برضو، واجي اقول له من النقطة دي للنقطة دي افقيا قول لي والله ان هي 14. خلاص يا شباب كده، انت تضغط سكيب كده، انت رسمتك خلصت. اجي اضغط على سيف، سيف اهو خلاص. طيب انا عاوز اشوف الرسمة دي وهي هتطبع، تمام. اجي اخش على اللي اوت، شايفين اللي اوت ده يا شباب اهو، اللي اوت اهو. بص الرسمة بتاعتك ظهرت، بس الخطوط الابعاد مكتوبة باللون الاصفر. طب انا عاوز اغير الابعاد، البروبرتيز بتاع الابعاد اخليها باللون عادي. اجي اروح داخل على لاير بروبرتيز، والدايمنشن اخليها بدل ما هي لون اصفر اخليها باللون الاسود خلاص عشان تبان، والخطوط الاساسيه بتاعتي برضو اخليها باللون الاسود عشان تبان اهو، واضغط اوكي. طبعا هي مش باينه هنا صح ولا لا، والكونستراكشن لاين برضو ممكن تغيرها، خلي بالك اهو، خليها برضو اسود اهو، مش مشكله. شوف الرسمه مش باينه هنا صح، تعالى في اللي اوت وشيل هنا اهي، شوف الرسمه بتاعتك باينه اهي، تعالى كده اهي. طب انا عاوز اشيل الجريد اللي ورا دي، اضغط كليكتين هنا كده وشيل الجريد بس. يعني انت اهو مجرد ما جيت على اللي اوت، الموديل ده اللي انت بترسم فيه. طبعا الرسمه اختفت لان انا اللي غيرت الالوان، ولكن لما نيجي على اللي اوت هنا يا شباب الالوان بقت ظاهره عندي زي ما انت شايف كده. لو انت ضغطت بره الرسمه كده اللوحه هتطبع، تضغط جوه الرسمه هيجيب لك نفس الادوات اللي هناك، ممكن تغير الوان اللايرز اللي انت عاوزه. دي الرسمه بتاعتك هي، ممكن تكبرها تصغرها على قد اللوحه اللي انت هتطبع عليها. خلاص اهي كده. طبعا احنا بتقعد تيجي هنا اهو تلاقي تقولها دي في النص كده، وتقعد تكبر، تحركها في النص وتكبر، وتيجي كده عشان تبقى موجودة عندك كده. خلاص طيب انت ممكن تيجي اصلا بره كده تضغط كليكة وتيجي على الصندوق ده تكبره، بحيث ان دي حدود ورقة الرسم اللي هي الخطوط المنقطة اللي بره اهي، تيجي تكبرها وتظبطها على قد ما تقدر، بحيث ان هي تبقى جاية على الخطوط اللي بره هنا. وممكن تخش جوه تاني وتكبر الرسمة بتاعتك شوية اهو عشان تبقى حلوة كده في الايه، في لوحة الرسم اهي. طبعا انا عاوز الرسمة دي بس، انا مش عاوز التانية دي، دي ممكن تمسحها بس خليها. طيب انت خلاص اهو عملت الرسمة، عاوزين نعمل لها ايه؟ سيف، واجي اقول له انا عاوز اعمل لها برنت، عاوز اعمل برنت للرسمه دي. اجي على الابليكيشن واجي هنا ايه، برنت اهي، اضغط برنت واضغط بلوت تاني، اجي ابليكيشن لاير واضغط برنت واجي اعمل بلوت، تمام يا شباب. واجي اختار هنا بيقول لك انت عاوز اسم الملف ايه، بيج سيت اب، والله ما فيش بيج سيت اب. عاوز تعمل اد، ممكن تسميه دكتور عرفة، اي اسم انت عاوز تسميه. وهنا اختار نوع الحاجة اللي هتطبع عليها ايه بقى يا شباب، دي دبليو جي 2 بي دي اف دوت بي سي 3. شايف الاختيار اللي تحت ده؟
دي دبليو جي تو بي دي اف بي سي 3 اهو، اخضر نان ودي دبليو جي تو بي دي اف تو بي سي 3. طيب هي الورقه بتاعتك البي دي اف انت عاوز تطبعها، ورقه تطبعها الكمبيوتر، يبقى هي اي 4، ورقه اي 4، تختار اي 4 اهي. شوف هنا ورقه اي 4 بالعرض، يبقى انت اهي اي 4 ايزو اي 4، تختار من هنا ايزو اي 4. فين ايزو اي 4؟ ايزو اي 4 اللي هو الستاندرد اي 4 297 في 210، اهي ظهرت عندك اهو، واضغط اوكي. هيقول لك انت عاوز تحفظ الملف ده فين. طبعا انا عامل هنا اوتوكاد كوليدج اهو، واسميه اكزامبل واحد لاي اوت، واضغط سيف. الراجل اهو بدأ يعمل برنت. هروح للفولدر بتاعي، هلاقي ملف بي دي اف، شايفين البي دي اف اهو اكزامبل لاي اوت، لاي اوت افتحه اهو يا شباب. لاحظ معايا الرسمه جميله اهي، اوتوكاد مرسومه اكنك رسمت في سيكشن 3 ساعات، احنا رسمناها في 10 دقايق. طيب انا خلاص خلصت رسمتي، عاوز احفظ الرسمه. طبعا الخطوط دي انا مش شايفها، هاجي على لاير بروبرتيز، ابدا ارجع كل حاجه لونها زي ما كانت. دي كان لونها ابيض اللي هي الاولانيه، بعدين السنتر كان لونها احمر، وال ال ال الدايمنشن كان لونها اصفر، صح يا شباب؟ وكده نضغط كده اوكي، الرسمه بتاعت اللي جايه تاني. كده انت خدت اول تمرين 2 دي في الـ في الـ في الاوتوكاد. المفروض يا شباب هتبداوا ترسموا، وهناخد تمرين كمان 2 دي دلوقتي. يبقى انت معاك تمرينين، هنختار تمرين من التمارين الكويسه. تعالوا نشوف كده تمرين نختاره، ممكن نرسم التمرين ده تكبير شويه اهو، اهو هنرسم التمرين ده كمان شويه مع بعض في الفيديو التاني، عشان بس ما نطولش الفيديوز بتاعتك. ده اللي احنا هنرسمه التمرين اللي جاي في 2 دي، وانا هديك في الواجب شويه تمارين منهم التمرين ده. تمام يا شباب، هترسمه في الواجب، ده زي الاولاني بسيط. طبعا انا عندي الديسك توب هنا، هنيجي نشوف اكزامبلز كوليدج. تعالوا في ملف هنا تمرين اكسرسايز اهو، تمام. بتقعد تكبر الصوره، ادي التمرين اللي احنا رسمناه، وده تمرين تاني وتمرين تاني اللي هنرسمه. وممكن اجيب لك في الامتحان العملي اي رسمه من دول، فالناس تبدا ترسم. ماشي، ممكن نرسم الرسمه دي مع بعض، او نرسم التانيه اصعب، دي زيها بالظبط. خلاص بداية الرسمة بتبدأ بالكونستراكشن لاينز، الخطوط الرئيسية والأفقية بتحددها. دي كده اللي هبعت لكم الورقة دي، والتمرين مرسوم التاني والفيديوهين، وتبدأوا ترسموا الرسومات دي في البيت، والتمارين دي اللي هتجيلك في الامتحان العملي إن شاء الله.